سيدة سورية حولت المعاناة إلى مصدر للأرباح بوجبة شعبية شهيرة، فقد أخلصت في مساعدة شريك عمرها، فكان هذا مصيرها. فكيف وردتها الفكرة؟ ولماذا أقبل السوريون على وجبات هذه السيدة؟ وهل فعلاً لجأت إلى خطة سرية خاصة بها؟ تعالوا معاً نتعرف على مبدعة سورية جديدة. دانيا الموصل، سيدة سورية عمرها الآن 37 عاما، وضعت بينها وبين كلمة المستحيل ألف حاجز وحاجز لتضيف اسما جديدا إلى قائمة الشرف السورية التي تطول كما طالت الأزمة لتكشف عن جوهر المعدن الحقيقي للسوريات، حتى ردد السوريون بحق الموصلي مثلهم الشهير: خذ الأصيلة ونام على الحصيرة. دانيا الموصلي هي سيدة سورية لم تترك للفراغ في حياتها طريقة، فقد قررت أن يكون يومها مشغولاً طيلة 24 ساعة بعد أن قررت أن تشارك شريك عمرها في تحمل مسؤولية المنزل والأبناء ونفقاتهم. ولكن السؤال الذي كان يلح دائماً عليها حول كيفية الحصول على فرصة عمل مناسبة لها في ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد ولا زالت، أخذت هذه السيدة السورية تفكر في افتتاح مشروع مناسب لها، بحيث تستطيع من خلال هذا المشروع مساعدة شريك العمر والأبناء. لكن سؤالاً اعترضها حول طريقة تمويل ذلك المشروع، لذلك قررت أن تبدأ بأبسط ما لديها من إمكانات لتنفيذ مشروعها منزلياً دون حاجة إلى استئجار أو تملك محل. بدأت تجهز دانيا الموصلي دراسة الجدوى الخاصة بالمشروعات المنزلية، وحينما سيطر عليها الإجهاد ذهبت إلى مطبخ البيت لتجهز لنفسها كوباً من الشاي لتشتم رائحة وجبات كانت قد أعدتها لشريك العمر ليعود من عمله ويجد غداءه جاهزاً. عاد شريك العمر يروي الأشعار ويكيل كلمات المجاملة والشكر لحبيبته على مجهودها، وهنا توقفت ليأخذها تفكيرها إلى أبعد من ذلك بعد أن قررت أن تكون تلك الوجبات هي بداية مشروعها. فماذا فعلت؟ بدأت دانيا مشروعها الصغير والذي حمل اسم مطبخ دانيا منذ عام 2017، وهو المشروع الذي بدأ يكبر مع الأيام، وهو عبارة عن مشروع لإعداد الوجبات السورية تحت طلب العملاء في أي لحظة. وتميزت هذه المبدعة السورية في مشروعها بالعمل في صناعة قطع لفافات الجبن المقلية التقليدية. بدأ رواج المشروع في سوريا وأصبحت دانيا الاسم الأشهر لدى أكبر العائلات السورية وحتى لدى الطبقات المتوسطة التي بدأت تطلب وجباتها بالاسم. وعندها أدركت هذه السورية المبدعة أن نتائج الصبر دائماً رائعة المذاق.